السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة السومة. كيف حالكم؟ لاباس، نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الوصفة اللي كتعالج الكحة او السعال الحاد. بما ان الجو كيتقلب وبدا كيدخل فصل الخريف، كما كتعرفوا بدا الريح وكل شيء كيمرض في هاد الايام، فجربت هاد الوصفة حيت ولدي الصغير كان مريض وكان كيكحو بزاف، ومن اول نهار ما بقاتش فيه هذيك الكحه. فلهذا قلت نشاركها مع البنات ضروري، حيت اكيد بزاف اللي غيكونوا كيعانيوا منها. وبلا ما نطول عليكم الفيديو غنشارككم الوصفه، وشوفوا معايا المكونات. نبداو بسم الله على بركه الله. غنبداو بالمكونات ديال الوصفه. غنحتاجوا فيها واحد كاس ديال زيت الزيتون، وكاس ديال خزامه، كاس ما عامرش كما كتشوفوا باش ما تجيناش مره بزاف. الخزامه من الاحسن تشريو من هاد العطار تكون جديده. وهنا نصف كاس ديال السكر وكاس ديال الماء. بالنسبه للوصفه اللي شفت انايا فيها كاس ديال السكر، وانا ما بغيتش نضيف بزاف ديال السكر ودرت نص كاس ديال السكر. اللي بغاها تجي بحال السيرو تماما يعني ثقيله غيدير كاس ديال السكر. ضفت كاس ديال الماء وغنضيف عليه كاس ديال زيت الزيتون، وغنضيف كل المكونات يعني السكر والخزامه، ثم غنضيف واحد 4 حبات ديال الثوم، يعني فصوص ديال الثوم يكون هاد الثوم الاحمر. ضيفوا 4 أو 2 حسب الرغبه، يعني حسب شحال بغيتوا، لان كما كتعرفوا فوائد ديال الثوم حتى هما مزيانين وكيعالجوا الكحه والسعال. كنخلطوهم بهذه الطريقه وكنوضعوهم على النار حتى كيتعسل مزيان صافي، وكنطفيو عليه. كما شفتوا هنايا بعد ما بدا كيتبخر، فاش كيبدا يتقال هذاك السيرو كيولي بحال العسل يعني مع الزيت، وهذيك الثومه كتولي رطبه. صافي كنطفيو عليه البوطه. هنا بعد ما تعسل ليا فغادي نصفيه كما كتشوفوا كيجي بهذا الشكل، يعني هذاك الماء والسكر كيولي على شكل بحال العسل. ودابا غادي نصفيهم. ملي غنصفيهم كنوضعهم في واحد القريعه ديال الزيت، وهذاك السيرو اولا الزيت اللي صفينا كنبداو نشربو منه معلقه في الليل قبل ما ننعسو، يعني معلقه قبل ما ننوم ومعلقه في الصباح من يلا كنفيقو. وهاد الوصفه يمكن لكم تعطيوها حتى الاطفال، يعني ولدي انا عنده 6 شهور، يعني يمكن لكم تعطيوها للاطفال من 6 شهور. ما كدير لهم حتى شي حاجه، يعني مزيانه ليهم كتعالجهم من البرد. يعني انا خليته حتى بغى ينعس وعطيته معلقه من هاد السيروم، وخديت زيت الزيتون دهنتها لي في صدره مزيان، وخديت واحد الفوطه بعد ما سخنتها بالمصلوح، يعني سخنتها مزيان بالمصلوح وحطيتها لي فوق صدره بعد ما دلكته ليه بزيت الزيتون. هاد الطريقه راه فعال ومضمونه، هي اللي كانت كدير لنا الام ديالنا من الصغر، يعني دغيا كنبراو من البيض ما كيطولش فينا. وبالنسبه لهذه الوصفه اللي فيها السكر، يمكن لكم ما تضيفوش السكر، يعني حتى هي اللي كنا كنديروا من شحال هذه، هذه غير زايدين فيها السكر، يعني بالنسبه للوليدات باش ياكلوها من يذوقوا ديك الحلاوه، حيت كتكون مره شويه مع الخزامه. صافي، وكانت هذه هي الوصفه اللي شاركت معكم. شكرا على المتابعه، الى اللقاء في امان الله. كنتمنى من هذه الوصفه انها تفيدكم.